شيئا. وقال ايضا لم يلتفتوا الى اله غيره. وروي عن ابن عباس وانس قالوا استقاموا على شهادة ان لا اله الا الله. وروي عن ابن عباس انه قال استقاموا على اداء فرائضه. وعن عمر انه قال استقاموا ولم يعودوا روضان الثعالب. وقال قتادة استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن البصري اذا قرأ هذه الآية قال اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامة. وقد امر الله المسلمين اجمعين ان يسألوه الهداية الى الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس وفي النوافل وغيرها، وان يجنبهم صراط المغضوب عليهم من اليهود ومن اتبع سبيلهم، وان يجنبهم صراط الضالين من النصارى ومن سلك سبيلهم. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. والصراط المستقيم هو